الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في المحاضرة الماضية تكلمنا على مسألة، وهي مسألة المد في الصلاة. والمد في الصلاة قلنا بأنه شرع في الصلاة، وكان هناك وقت يسع تلك الصلاة، فهل له أن يمد في قراءته وأن يمد في صلاته؟ ده السؤال. فلو شرع فيها في الوقت على الجديد، على الجديد يعني بيتكلم على صلاة المغرب، لكن المسألة أوسع من صلاة المغرب. ومد بالتطويل، يبقى صورة المد إيه؟ أن يطول في القراءة أو أن يطول في غيره، سواء طول في القراءة أي قراءة القرآن أو قراءة الأذكار أو في الدعاء، حتى ولو سكت على ما يظهر، حتى غاب الشفق الأحمر، يعني ظل يطيل في صلاة المغرب حتى خرج وقت صلاة المغرب وهو في الصلاة. فهل يا ترى ده جائز، حلال أم حرام؟ قالوا جائز، لكن مع خلافية الأول. على الصحيح جاز، على الصحيح. يبقى المذهب الجديد بيقول إيه؟ بيقول إن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، اللي هو إيه؟ اللي هو بمقدار ما ذكرناه قبل ذلك، يعني نص ساعة. هيأذن الساعة كام؟ النهارده هو بيأذن الساعة كام يا أولاد؟ بيأذن ستة وربع، يعني هيخرج الساعة 7 إلا ربع. هو ظل يصلي حتى غاب الشفق الأحمر وخرج وقته، خرج وقته على الجديد. فهل يا ترى ما فعل يكون صحيحا أم لا؟ الأقلام دي يعني إذا طلبتوا من أحد الأقلام فهذا عيب كبير في حقه. شيخ ومعوش أقلام إزاي؟ فشرع في الصلاة في الوقت، ومد صلاته حتى خرج الوقت، فهل هو جائز؟ قالوا جائز على الصحيح. الصحيح بقى اللي هو ايه؟ قال من الخلاف. على الصحيح من الخلاف، يبقى عندنا ايه؟ الصحيح من الخلاف جائز مد الصلاة حتى خروج الوقت، حتى خروج الوقت. مبني على ايه هذا الجواز؟ مبني على الأصح في غير صلاة المغرب، اللي هو ايه؟ اللي هو انه لا يجوز تأخير بعض الصلاة عن وقتها مع انها أداء. لا يجوز تأخير بعض الصلاة عن وقتها مع كونها أداء. ازاي يعني؟ يعني بسيطة جدا، انت حضرتك هتنتظر ولا تصلي حتى يبقى من الوقت ما لا يسعها فتصليها، هو ده جائز؟ لا يجوز، لا يجوز أن تؤخر صلاتك إلى أن يبقى ما لا يسعها فتصلي، حتى ولو وقعت ركعة في الوقت.
وباقيها وقع خارج الوقت. بس ده بيتسمى ايه؟ بيتسمى أداء. طب جائز ولا غير جائز؟ حرام أم ليس بحرام؟ لا حرام، لأنه قال لك أنه لا يجوز، يعني لا يحل. تأخير بعض الصلاة حتى ولو كان أقل من ركعة عن وقتها، عن زمانها المقدر لها في الشرع، حتى ولو كانت أداء. هذا الخلاف مبني على هذا الخلاف، على إيه؟ إن حضرتك لا يجوز أن تخرج بعض الصلاة عن وقتها المقدر لها شرع، على الأصح مقابل الأصح ده في وصفية الأداء، على الأصح في غير المغرب أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقته مع القول بأنها أداء. وبعضهم بيقول لك لا ليس بأداء، ولا أنت فاهم أنه يجوز بمعنى أنه ممكن أخرج عن وقتها المقدر لها شرعا وليس بحرام؟ لا، ده الخلاف في الوصف بالأداء أو الوصف بالقضاء أو أن كلا يعطى حكمه، خد بالك. والثاني يبقى أن الأصح قال بأن هذه الصلاة أداء، أداء مع عدم جواز إذا كانت ركعة في الوقت، مع عدم جواز إخراج بعضها عن الوقت. يبقى عايز يقول لك الصحيح مبني على أنه لا يجوز تأخير بعض الصلاة وإيقاعها خارج الوقت مع القول بأنها أداء. ومقابل الأصح لا يجوز أيضا، ومع ذلك أنه يسمى لا ولا يسمى أداء. هكذا أفهم، نعم هكذا أفهم، لكن أنت عايز تفهم أنه هو لا لا يجوز، يبقى المقابل إيه؟ أنه يجوز تأخير الصلاة. ما عندناش قول بهذا، ليس عندنا قول بهذا. طيب اقرا كده، اخونا ده جاب لك القليوبي وقال لك في حاجه مهمه في القليوبي. والثاني احنا شرحناه في المره السابقه، المنع من المد، يعني ان هو يمد الصلاه كما في غير المغرب. يبقى غير المغرب لا يجوز. طب والمغرب؟ قال غير المغرب كالمغرب، أي كما يمتنع ذلك في غير صلاة المغرب، يعني يمتنع المد في غير صلاة المغرب فيمتنع أيضا في صلاة المغرب على هذا الوجه. وعبارة الخطيب لوقوع بعضها خارج الوقت، بص هي إيه؟ إن بعضها ما دام خارج الوقت يبقى لا يجوز أن أمد فيها، لأن المد هيؤدي إلى إيقاعها خارج الوقت، وإيقاع بعضها خارج الوقت لا يجوز شرعا، سواء سميت أداء أو سميت قضاء. لوقوع بعضها خارج الوقت بناء على أن الصلاة إذا خرج بعضها عن الوقت تكون قضاء كلها، تكون قضاء كلها أو بعضها. ولظهور شذوذ المقابل قطع في غير هذا الكتاب بالجواز، كأنه لم يحكي هذا الخلاف لأن المقابل شاذ. نعم لو ضاق الوقت وشرع في الصلاة مع ضيق وقته، يعني لم يسع إلا 4 ركعات، حرم عليك المد. يبقى أنا عندي المد على نوعين، مد يشرع فيه الإنسان وهناك وقت
يسعها، ومد يشرع فيه الإنسان، وليس هناك إلا ما يسع الصلاة، فهذا لا يجوز. واستدل الأول اللي هو قائل بجواز المد بالقيود السابقة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في المغرب، يعني في صلاة المغرب، بالأعراف، أي بسورة الأعراف، في الركعتين كلتيهما، يعني وزع قراءة سورة الأعراف على الركعتين كلتيهما، أي في الركعة الأولى والركعة الثانية، صلى المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين تمتا، يعني صلى بالأعراف كلها في الركعتين، فرقها على الركعتين. وصححه الحاكم على شرط الشيخين وفي البخاري نحوه. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح في مجمع الزواجد، وأن الصديق رضي الله تعالى عنه طول في الصبح، فقيل له: تطولت قوي، ده الشمس كانت هتطلع. قال: لو طلعت علينا ما وجدتنا غافلين. يعني هذا جائز، حتى لو طلعت واحنا شغالين، احنا شغالين في ذكر الله، فلا مانع من ذلك. وقراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، أي لسورة الأعراف، تقريبا كده تخرج من مغيب الشفق الأحمر. لماذا؟ لأن كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتدبر. تقول: تدبرت الأمر تدبيرا فعلته عن فكر وروية، وتدبرته تدبرا نظرت فيه، أي نظرت في دبره، ونظرت في عاقبته، ونظرت في آخرته. ومده في الصلاة إلى ذلك، يعني هو بيمد في الصلاة ويصلي ويقرأ، فقراءته تساوي في الوقت مغيب الشفق الأحمر. أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقته. مش بقى احنا نصلي الجمعة ونقرأ كده يعني ونمد إلى أن يخرج الوقت، لا، لأن الشرط إيقاع الجمعة في وقت الظهر بتمامها وكمالها. جزما ما رأى ما أصلا ما بحكيش خلاف، أنا بحكي معتمد، بس دي ما وأنا بحضر لما أطلع فيها على كده. فين يا ابني انت مخبي الحاجه جنبك ليه؟ ايه مش هشرب بقى حتى يشرب كويس. فكروا حاجه جيده لما نخليه يستمر على هذا. ويعلم مما ياتي ان محل الجواز حيث شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها. طيب هنا بقى الإمام المحلي قال احتمالات: هل يجوز بناؤه على امتداد وقت القراءة إليه، على امتداد وقتها إليه، ويحتمل عدم امتداده إليه. ما يجوز أن يكون وقتها ممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ويكون قد قرأ الأعراف ومد الصلاة في وقت الصلاة، فيكون القول القائل بجواز المد مبني على امتداد وقته. فينبني على هذا أنه لما صلى ومد قراءته وقرأ بسورة الأعراف قد أوقع الصلاة في وقتها. واحتمال
المد يكون المد في الصلاة وإطالتها يكون مبني على عدم امتداد وقت الصلاة، يعني أن وقت صلاة المغرب ليس ممتدا إلى مغيب الشفق الأحمر، وحينئذ فيجوز في هذه الحالة المد. يبقى الخلاف مبني على إما امتداد الوقت وإما عدم امتداد الوقت. فمن قال بالجواز هل يا ترى بناه على امتداد وقتها أو على عدم امتداد وقتها؟ وبناه قائل الثاني، ده بيتكلم على القائل الأول اللي هو قال بإيه يا مشايخ؟ جواز مد الصلاة. قد يكون بنى على هذا اللي هو عدم الامتداد الوقت، وقد يكون بنى على امتداد الوقت. طب والذي قال بالثاني وهو المنع من المد وبناه قائل الثاني على امتداد الوقت فقط، يعني الثاني الذي يقول بأنه لا يجوز مد الصلاة بناه على عدم امتداد وقته، وبناه أي جواز المد حتى الشفق قائل الثاني على الامتداد. عندكم على الامتداد ولا على عدم الامتداد؟ الايه؟ الامتداد. اه يبقى بناه قائل الثاني بيقول ايه؟ ممنوع مد القراءة حتى خروج الوقت. طب هو بنى على ايه؟ بنى على امتداد وقت المغرب حتى خروج الشفق. طيب قلت القديم ده مسألة تانية. نرجع بقى للمسألة بتاعتنا اللي هي مسألة المد. قول بقى عبارة الشيخ القليوبي كده مولانا. أنا لا أفهم. أما سبق. كل ما سبق؟ ودقيق شوية. ممكن يقرأ تاني يا سيدي. تاني وتالت، ما احنا لسه احنا مش هنسيب المسألة أصلاً. هنروح نقرأها من المغني ونروح نقرأها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. لكن أنت فاهم صلب المسألة. أما التفريع هو الذي خفي عليك. الأواخر. اه تفريع الأواخر. قال الإمام القليوبي رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ولو شرع إلى آخره، قوله ولو شرع إلى آخره، حاصله أنه إذا شرع في غير المغرب في وقت لا يسع الصلاة وإن أدرك ركعة في الوقت وقلنا إنها أداء، وإذا شرع في مثل ذلك في وقت المغرب على القول الجديد فعلى الجواز في غيرها يجوز. لا 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 سؤال تاني كده. إذا شرع في غير المغرب في وقت لا يسع الصلاة وإن أدرك ركعة حتى وإن أدرك ركعة وقلنا إنها أداء. وإذا شرع في مثل ذلك في وقت المغرب على القول الجديد، يعني إذا شرع في المغرب على القول الجديد في وقت لا يسعها ومد القراءة فعلى الجواز في غيرها يجوز فيها قطعا. على الجواز يعني إذا قلنا بأنه يجوز مد الصلاة في غيرها يجوز في المغرب قطعا. وعلى عدم الجواز فيه وعلى عدم الجواز في غير المغرب لا يجوز في المغرب من باب أولى. يجري فيها وجهان. يجري فيها كان كمان ده مش من باب أولى. وعلى عدم الجواز فيه يجري فيها وجهان. وعلى عدم الجواز فيه أي في غير المغرب. يجري فيها وجهان. فيها وجهان. أحدهما لا يجوز كغيرها. لا يجوز كغيره. والصحيح الجواز
كما يدل له الحديث. الصحيح الجواز، لأن الحديث بيقول لي صلى المغرب بسورة الأعراف فرق على الركعتين بس كده. بس فقوله ومد أي طول، ومد أي طول حتى استغرق وقت الشفق كما يدل له. حتى استغرق وقت الشفق، يعني فضل يمد إلى أن خرج الشفق. كما يدل له كلام الشارح، وليس المراد به المد المخصوص، وليس المراد بالمد المد المخصوص، لأنه جائز في جميع الصلوات. من هو المد المخصوص؟ بكمل بس. ولا كرامة إن هو يطولها، يعني إن هو يطولها، ما هو في مد يطول الصلاة فده جائز في كل الصلوات، وفي مد يخرجها عن وقتها. اللي احنا بنتكلم فيه مد يخرجه عن الوقت، وليس المراد به المد معناه ان هو يطير في الصلاة ويكون ذلك في وقت الصلاة، فده ما فيش مانع. لكن المد الذي يمنع كما قلنا هو الذي يؤدي الى اخراج بعض الصلاة عن وقتها. طيب نجيب بقى كده التحفة، ورينا كده التحفة. يا الله ما كمان اشتغل، اقرا اي خير، انت خير يا الله عز وجل صاحب التحفة. ولو شرع في الوقت على الجديد وقد بقي منه ما يسعها، ولو شرع في الوقت، في الوقت على الجديد، على الجديد، بص بقى القيود، وقد بقي من الوقت ما يسعها. ها كمل. وإلا لم يجوز المد كذا أطلقوه. وإلا يعني وإن شرع في وقت لا يسع الصلاة فلا يجوز، هكذا أطلق أصحابنا هذا الكلام. يعني بقي يعني يا دكتور صلى الله عليه وسلم هفسرها لك بطريقة بسيطة جدا، سهلة جدا. أنا دلوقتي أهو شرعت في صلاة المغرب، وبقي من وقت صلاة المغرب ما يسع خمس، مثلا خلينا بس نقول خمس ركعات، هل يجوز لي أن أمد الصلاة حتى أخرجها عن الشفق أم لا؟ هي دي الصورة. شرعت في صلاة العصر بقدر يسع صلاة العصر أربع ركعات، يعني الساعة ثلاثة وربع بدأت صلاة العصر، خلصتها أربعة وربع، يجوز أم لا؟ هو ده السؤال. قال له الصحيح الجواز، مقابل الصحيح المنع. ده في العصر. طب هيا بينا نتكلم بقى في المغرب. هم قالوا في المغرب لو أنا شرعت في صلاة المغرب قبل خروجي وقتها بوقت يسعها، يسعها يعني يسع ثلاث ركعات، ثلاث ركعات بتتصلى في قد إيه؟ في ثلاث دقائق. قبل آخر الوقت بثلاث دقائق قلت الله أكبر، ولو مشيت على صلاة المعتادة هقول السلام عليكم قبل أن يؤذن لنا، أن يؤذن لصلاة العشاء، سأسلم من صلاتي قبل أن يخرج الوقت. في هذه الحالة
لما شرعت في الصلاة يجوز ان انا مد الصلاة حتى اخرجها عن وقتها ام لا؟ قال الصحيح الجواز والمقابل المنع. طب يا ترى لما تكلموا بقى في صلاة المغرب بنوا الكلام ده على امتداد وقت صلاة المغرب ولا بنوا الكلام ده على اللي هو عدم الجواز على عدم امتداد وقتها؟ يعني من قال بأنه يجوز المد هل قال بأن وقت صلاة المغرب ممتد؟ ومن قال بأنه لا يجوز المغرب المد الصلاة هل قال بأن وقت صلاة المغرب ليس ممتدا أم لا؟ هو بناء على إيه؟ وبيبدأ بقى يفكر، لأن الفقه ده عملية من عمليات الصناعة العقلية البشرية التي يجول فيها الفكر في أماكن متعددة. فهو هنا بقى واحدة واحدة هنقرأ مع بعض، لأن المسألة وإن بدا لك أنها بسيطة إلا أنها متشعبة. خلينا صراحة يعني ممكن نخلصها النهاردة لوحدها. يقول وما بقي منه ما يسعها، يعني لو كان الوقت فقط، يعني بعد الشروع بقي من الوقت ما يسع ثلاث ركعات بأقل ممكن بأركانها فقط مثلا. أيوه يجوز هل هو هيشرع هل يجوز ان انا امد الصلاه او لا امد الصلاه؟ بمعنى هل بطول ولا ما اطولش؟ شرعت فيها قبل نهايتها بعشر دقائق وقرات سوره مريم فاستحليت القراءه فطولت حتى خرج الوقت، فعلي جائز او فعلي حرام؟ طيب من قال بان فعلي جائز بنى الكلام ده في صلاة المغرب على إن صلاة المغرب وقتها واسع أم وقتها ضيق؟ مسألة تانية. وهل يشترط عند من قال بجواز المد أن يوقع ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت؟ كلام ثالث. يعني لو لم يكن الوقت كافيا لجميع الأركان وجب عليه أن في هذه الحالة لا يجوز له المد. وهل يجوز له الاتيان بالمستحبات مندوبات الصلاه؟ لا. حتى لانه لو خلاص ما هو فعل الحرام، انت بتتكلم على فيما شرع ولم يجد من الوقت ما يسع الصلاه. خلاص ده حرام عليه، التاخير حرام. طب اعمل ايه؟ اطول؟ دي مساله ثانيه، طول بقى واقرا بس اللي انت عملته ده حرام. لكن انا شرعت ولم يبقى الا ما يسعه، امدها ام لا؟ طب انا شرعت وبقي من الوقت ما لا يسعه، ما وقعت في الحرمه. لكنه قد يكون معذورا استيقظ متاخرا مثلا. لا انا ما بتكلمش على سوره العذر. اما المعذور خلاص هو معذور، بطنه وجعاه. طيب حين يجوز له مد الصلاه ولم يكفي الوقت؟ دي غير المساله بتاعتنا بقى. احنا بتاعتنا انه شرع في الوقت. ها؟ هل له أن يمد إلى أن يخرج الشفق أم لا؟ دي مسألتنا، عندنا مسألتين. إذا شرع في الوقت ولم يبق إلا ما لا يسعه قال يحرم عليه المد. أي عندك هنا لسه قارين. طب لو شرع فيها وبقي من الوقت ما يسعها يجوز المد أم لا؟ وجهان. اقرا بس الشيخ هنا ونفسر لك ما تريد. قال ولو شرع في الوقت على الجديد وقد بقي منه ما يسعها والا لم يجز المد كذا اطلب. والا يعني وان شرع فيها ولم يبق منها ما لا يسعها لم يجز. قال والكلام ده هم كده يعني سابوه كده يعني بغير قيود. هكذا اطلقوه. بس عندي انه مقيد، مقيد بايه بقى؟ قول بقى يقول ايه؟ وبه يندفع بحث بعضهم ان سابه كده مطلق. وبه يندفع بحث بعضهم ان من ادرك ركعه لازمه المبادره بايقاع ما يمكنه منها في الوقت. وبه يندفع بحث بعضهم
أن من أدرك ركعة لزمه المبادرة. لا أنا عايزك يندفع وما يندفعش تخطى هذه الأشياء. عايزين أصل المسألة. ومد في صلاة المغرب ومد في صلاته المغرب وهي مثال. صح، لأن كل الصلوات كذلك إذا شرع في العصر وبقي منها ما يسعها له أن يمد، إذا شرع في المغرب ويعني بقي منها ما يسعها له أن يمد، إذا شرع في الفجر وبقي منها ما يسعها له أن يمد، إذا شرع في الصبح وبقي منها ما يسعها له أن يمد، إذا شرع في الظهر وبقي منها ما يسعها له أن يمد. فكلامهم في صلاة المغرب عبارة عن مثال وليس قيدا. هي شكلها النهارده كلها كده ايه؟ مش مهم يا اولاد، احنا مش لم ناتي درسنا حتى ننتج ونسجل كلام كتير، لا احنا جايين من اجل ان نفهم. ومد في صلاته المغرب وهي مثال اذ ومد المغرب ماشي طيب ومد في صلاته المغرب مد في صلاتي صلاة المغرب. لا ماشي واضح. إذ سائر الخمس إلا الجمعة كذلك. قلنا إن الجمعة لا تحتمل الإطالة بإخراجها عن وقتها، لأن شرط من شروط الجمعة أن نوقعها في الوقت. بقراءة أو ذكر. سواء كان التطويل ده بالقراءة، نقرأ كلام ابن حجر أهو. يعني قرأ سورة الأعراف كما فعل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم يقرأ سورة الأعراف ولكنه سجد طويلا، كانت له حاجة وظل ساجدا يدعو الله يدعو الله حتى غاب الشفق الأحمر والأخضر والفستق كمان. يلا. أو ذكر بل أو سكوت كما هو ظاهر. ظل يذكر سبحان الله سبحان الله، دخل في حاله حتى غاب الشفق، أو سكوت، فضل متأمل دخل الصلاة كده وقام بعد ما قرأ الفتحة ظل سرحان فكر في حاجات كتير حتى خرج الوقت. كل دي تصورات. حتى خرج وقتها على الجديد جاز. حتى خرج وقتها، يبقى دي أول قيد أنه شرع فيها وفي الوقت ما يسعها وطول بقراءة أو ذكر أو سكوت فيما يظهر. حتى خرج كلام ابن حجر أهو وقتها حلال أم حرام؟ قال له حلال. طب الدليل إيه يا عم الشيخ؟ قال له فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فعله ليس حراما ولا مكروها ولا خلاف أولى. أما الحرام لأنه معصوم، وأما خلاف الأولى والمكروه لأنه من الكمل، والكمل يتجنب هذا. قيل بلا خلاف. طيب بلا خلاف يعني إيه؟ يعني أنه يجوز وليس هناك من قال بعدم الجواز. طب لا، حكى الإمام النووي قال ده شاذ كأنه غير موجود، لأن الإمام النووي قال والثاء ومقابل الصحيح إيه؟ يمتنع. عندكم اهي جاز على الصحيح، لكن هنا الامام ابن حجر قال بلا خلاف. قيل بلا خلاف ليه؟ لان المقابل ضعيف جدا جدا فكانه معدوم. فلا كراهه ولا خلاف الاولى. فلا نقول بان المد في هذه الصورة بتلك القيود مكروه، ولا نقول بأن هذا المد خلاف الأولى. قول يا مولانا. أو حتى غاب الشفق جاز. حتى غاب إيه؟ ومد القراءة حتى غاب الشفق، يعني خرج وقت الصلاة، وخرج وقت صلاة المغرب على القديم والجديد والأفضل كمان. يلا.
أو حتى غاب الشفق جاز له ذلك المد من غير كراهة. بص يا كلمة ابن حجر رائعة، من غير كراهة، ما أقدرش أقول إن هو إيه فعل مكروه. ها؟ جاز له ذلك المد من غير كراهة لكنه خلاف الأولى. إن هو بقى يخرج بيه عن الوقت. على الصحيح. على الصحيح. وإن لم يوقع منها ركعة على المعتمد. بعضهم قال لا يشترط أن يوقع ركعة في الوقت حتى تسمى أداء، وقال لا المعتمد أوقع ركعة أوقع أقل من ركعة في الوقت كما شاء. يعني ممكن إن هو يظل يقرأ سورة الأعراف في الركعة الأولى، يأذن عليه العشاء يركع، يبقى ما أركعش ركعة في الوقت. طب يجوز؟ يجوز، وده مقتضى المد الجائز. لما صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم بيتكلم بقى على أصل المسألة، لماذا جاز المد؟ قال فعل سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. لما صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ فيها الأعراف في ركعتين كلتيهما. كلتيهما يعني إيه؟ يعني فرقهما على الركعتين. وأن الصديق رضي الله تعالى عنه طول في الصبح فقيل له كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. يعني إحنا بنهزر بطريقة المصريين كده، إحنا بنهزر، أنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولو خرجت علينا الشمس ستجدنا ذاكرين لله سبحانه وتعالى ولسنا غافلين. يعني ننام يعني؟ لا، نحن شغالين اهو بنعبد ربنا ونحن ابتعدنا عن الغفلة، ما وجدتنا غافلين، احنا بنشكر. ولظهور شذوذ المقابل قطع في غير هذا الكتاب بالجواز. الجواز بلا خلاف كما قيل وقيل بلا خلاف. قال لك في غير هذا الكتاب، يعني في غير المنهاج، قطع في غير المنهاج بأنه يجوز مد القراءة إذا شرع فيها، وهو مد الصلاة إذا شرع فيها وبقي منها ما يسعها جاز له أن يمدها بلا خلاف. نعم، يحرم المد إن ضاق وقت الثانية عنها. الله، اللي أنت عايز تسأل عنها دكتور خير النظام، يحرم المد إذا ضاق وقت الثانية عنها، يعني شرع فيها ولم يبق من الوقت ما يسعها، حرم عليك أن تمد الصلاة. إذا إيه؟ سألني قرأ تاني كده. نعم، يحرم المد إن ضاق وقت الثانية عنها. يعني كان شرع فيها في المغرب أو أي صلاة ولم يبق من الوقت ما يسعه، حرم عليه أن يمد الصلاة. ما تطولش بقى، اقرأ. إيه سورة الهيسي؟ يعني قبل المغرب، قبل العشاء بدقيقة، شرع في المغرب أمد بقى القراءة ومد الصلاة؟ لا، ما تمدش، لابد أن ينتهي حتى يلحق صلاة العشاء. لا، حتى لو ما لحقش. لا، مش فاهم. اقرأ وأنا فاهمك. نعم، سهل، صل على النبي. أنت دلوقتي في صلاة العصر. صلاة العصر. جميل، من غير عذر. غير عذر. شرعت في الصلاة ولم يبق من الوقت ما يسعها، ضاق وقته. يبقى. يعني حضرتك الوقت لا يسع 4 ركعات بل يسع 3، 2، 1 أقل. هل يجوز لك المد؟ ليه؟ ولكن هل له قراءة سورة بعد الفاتحة؟ ولا قراءة يعني الفاتحة؟ لا، هو بيتكلم على المد الممنوع، هيقرأ السنن العادية وخلاص ويخلصها. لكن هنا بقى يمد بقى المد كما رأينا يقرأ سورة البقرة.
يقرأ سورة الأنفال يطول في السجود طويلا كثيرا، هو أنا بيقول لك لا يجوز، ولو شرع فيها وقد ضاق الوقت، لأن احنا قلنا أنه هو هيشرع فيها وبقي منها ما يسعها، هل له أن يمد؟ قلنا له المد. طب إذا شرع فيها ولم يبق منها ما يسعها هل له المد؟ قال ليس له المد. المد اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو تطويل القراءة، تطويل القراءة دي، تطويل الأركان، تطويل السكوت، قال لا. أما قراءة السورة ده هو المعتاد، ده سننها كده، فيقرأ السورة 7 3 تسبيحات ويسلم في الآخر. طب ينفع بقى يطول بقراءة سورة الأنفال، سورة الأعراف، سورة البقرة بأن يسكت طويلا؟ لا. اقرأ وهتفهم. نعم، يحرم المد إن ضاق وقت الثانية عنها. وقت الثانية عن إيقاع الصلاة الأولى. الثانية الصلاة الثانية. ضاق وقتها. يعني سورة طويلة يا سيدي. هو مثلا طب كمل للآخر كده وهو هي. ثم قال: ويظهر أن مثله ما لو كان عليه فائتة فورية، وسيأتي آخر سجود السهو بسط يتعلق بذلك فراجع. طب شوف الحواشي كده عندك كيف الحاشية. شرع في المغرب وقد بقي من وقتها ما يسعه. ومد إلى أن بقي من وقت العشاء ما يسع العشاء أو رفع. وبقي ومد إلى استنى ده هو كأنه هو شرع في المغرب وفضل يصلي حتى فيها حتى ضاق وقت الثانية، لم يبق منها إلا ما يسعه، بس خلاص لا يجوز لك أن تمد. ده إيه ده؟ ده فضل يصلي لغايه الفجر حتى ضاق وقت الثانية عنها. ايه ده؟ حاجة حلوة. تاني كده بس انا كده تصورتها، يعني انتم متصورة على خلاف هذا. حتى ضاق وقت الثانية عنها، ده مستبعدة، يعني هو بدأ في صلاة المغرب في وقت يسعه وظل يقرأ 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 إلى أن بقي على الفجر ما يسع صلاة العشاء وما بقي من صلاتي، قال خلاص كمل وما تطولش أكتر من كده، خلاص اقفل بقى الباب عشان تصلي الصلاة اللي بعدها. إيه ده صلاة؟ طيب طول عايز إيه؟ طول كم يمين صلاة العشاء؟ هيطول ورا آخر هيجي يصلي إلى قبل أن تطلع الشمس بقدر ركعتين، قال له بس خلاص صلي، يبدأ يصلي العين في الصبح، يفضل يطول لغاية وقت صلاة الظهر. لا ده أنت يعني مش هينام بقى يعني؟ ولا هو من الملائكة؟ اقرأ تاني كده ونقرأ الحتة الزيادة اللي عندك. نعم، يحرم المد إن ضاق وقت الثانية عنها. هنفضل نمد إلى أن يضيق الوقت، ضاق الوقت خلاص ما تمدش. ويظهر أن مثله ما لو كان عليه فائتة فورية. عليه فائتة فورية. لا أنت ما تمدش بقى لأنك هتخرج صلاة أخرى عن وقتها. طيب قول كده بقى الفرع اللي عندك. شرع في المغرب مثلا وقد بقي من وقتها ما يسعها، ومد إلى أن بقي من وقت العشاء ما يسع العشاء أو ركعة. الله أي 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 الحمد لله فينا خير. فهل يجب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقا أو يفصل بين أن يكون أدرك من المغرب ركعة في وقتها فلا يجب
بل لا يجوز قطعها لأنها مؤدات. لا خلاص ده دخلنا بقى في ايه؟ في كلام تاني، صورة تانية. طب يبقى احنا كده خلصنا هنا، مين اللي معاه النهاية؟ معك النهاية؟ النهاية ده مغني، النهاية مغني. المغني قال ايه بقى؟ المغني ما اتكلمش في الحتة الدقيقة اللي ساقها الإمام المحلي اللي هو بناء الخلاف. طيب معاك ابن الملقن يا ابني؟ هات يا ربع الثالث. أعطني مما أعطاك الله. هو ممكن يتعرض لبناء الخلاف. ابن قال والثاني لا يجوز مدها كغيرها، يعني لا يجوز مد صلاة المغرب كما أنه لا يجوز مد بقية الصلوات. يبقى شوف ده بنى ده على ده. قال الماوردي وهو الأشبه بالمذهب، والثالث يجوز استدامتها. بس ما أتكلمش أكثر من كده، وما اتكلمش على البناء المذكور. طيب خد، ما اتكلمش على البناء. مين اللي معاه حشر الجمل؟ حدش معاه حشر الجمل؟ معكش حشر الجمل يا خيري؟ ده المحرر. هتلاقي ايه في المحرر؟ مش موجود فيها حاجه. طيب ما حدش معاه النهايه صح؟ ليس احد معه النهايه خالص. محدش معاه النهايه، النهايه زي المغني خلاص. طب نقرا بقى تاني الجزئيه دي، هي مفهومة ولا مش مفهومة؟ نقول تاني، ولو شرع فيها أي الصلاة في الوقت والباقي منه، أي والباقي من الوقت ما يسع الواجبات والسنن على الجديد. يبقى شرع في الوقت على الجديد. الجديد اللي هو بيقول إيه؟ بيقول ان وقت صلاة المغرب ليس ممتدا الى مغيب الشفق، ومد الصلاة بالتطويل في القراءة مثلا، او مد الصلاة بالتطويل في غير القراءة حتى غاب الشفق الاحمر، جاز. فهمنا كده؟ على الصحيح. يبقى جاز المد على الصحيح من الخلاف المبني على الخلاف في غير المغرب. أو لسه ابن الملقن قال لنا اهو، من قال بأنه لا يجوز أن يمد في غير المغرب قال بأنه لا يجوز أن يمد في المغرب، ومن قال بجواز المد في غير المغرب قال بجواز المد في المغرب. من الخلاف المبني في غير المغرب أنه لا يجوز تأخير بعض الصلاة عن وقته حتى وإن كانت الصلاة تسمى أداء. يبقى الخلاف ده مبني على المسألة ديت، هل يجوز تأخير بعض الصلاة عن وقتها مع
القول بأنها أداء أو لا يجوز. يبقى هل يجوز أو لا يجوز؟ والثاني المنع كما في غيره المغرب، يعني كما امتنع في صلاتي أو في غير صلاة المغرب امتنع في صلاتي المغرب. ليه؟ لأن المد هيؤدي إلى إيقاع بعض العبادة في غير وقتها المقرر لها شرعا. واستدل الأول بإقراء سيدنا النبي سورة الأعراف، والظاهر أنه قرأها بتمامها وكمالها. طيب يعني هو فين وجه الدليل؟ قال أصل قراءة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده قراءة فيها تدبر، ومن شأن قراءة سورة الأعراف بهذه الطريقة أنها تأخذ قدرا يعني يتحقق معه خروج وقت صلاة المغرب، هي جزء وربعين يعني عشرة تربع، وعشرة تربع إحنا لو كل واحد منا هيقرأ هيقرأ في حوالي 40 دقيقة. طب اقرأ بتدبر هتقرأها في ساعة ونص ولا حاجة، يبقى خرج وقت الشفق ولا لا؟ لأن ما بين المغرب والعشاء لا يعد عن ساعة وربع، ما بيزيدش عن ساعة وربع. وبعد كده قال إن المد ده احتمال يبقى مبني في صلاة المغرب على امتداد الوقت، واحتمال يبقى مبني على غير امتداد الوقت. يعني ممكن ان احنا نستنبط من امتداد القراءة وامتداد التطويل ان الوقت يمتد، وممكن يبقى مبني على عدم امتداد الوقت، يعني مبني على القديم، يعني ممكن ان يبنى على القديم وممكن ان يبنى على الجديد. طيب فاهمين حاجة؟ ولا نعيد تاني؟ ولا نشرح لكم على الصبورة؟ وعايز تقول لي بس أنت، أنت الذي تثير الأسئلة وأنا بحب إثارة الأسئلة. إيه المشكلة؟ هل ممكن أن نقرأ كلمة كلمة من الأول؟ يلا أقرأ وأنا أقول لك، يلا. نفصل كل كلمة. قول يلا. أقرأ وأنا أفصل حتة حتة. يلا قول وانا افصل حته حته. قال رحمه الله عز وجل الشارح وصاحب المنهاج: ولو شرح ولو شرع فيها شرح انا اشرح مش انت، لكن انا عايز اشوفها برضك في الشيخ الاسلام زكريا في فتح الوهاب. انت معك يا فتح الوهاب؟ معك. البجولي برضك تكلم فيها في الحاشيه، واحنا وعدناكم بان نحضرها في المره السابقه. هنشرح حته حته. يا محمد فين الشيخ البجولي؟ طلعتها ولا لا؟ لا في المد ما ذكرش. لا في الشرح الشيخ البجولي ذكرها عندك في الشرح. هات الكتاب، هات يا احمد الكتاب، خلي كتابك معك. ايه انت كسلان يا دي احمد وبتصدر لي كسلان.
الزراعات في عندنا لنا الأرض قبول يا خير سائلنا إلها من هنا طيب خذ المولى قول يا خير قول عايزين نمسك ايه ونفصل نمسك قال رحمه الله عز وجل ولو شرع فيها في الوقت طيب يبقى صورة المسألة ايه انه ابتدأ الصلاة في الوقت وبقي من وقت الصلاة ما يسع هذه الصلاة ها صورة كده واضحة لا مطلقة مطلقة يعني شرع فيها في أي وقت من أوقاتها المعلومة ما عدا وقت الحرمة ولو شرع فيها في الوقت على الجديد على المذهب الجديد الذي يقول بأن وقت صلاة المغرب غير ممتد إلى مغيب الشفق الأحمر وعلى القديم يا شيخ على القديم ما فيش مانع وهنا الجديد ليه عشان الجديد بيضيق الوقت احنا قلنا يا بوس اذا جاز في القديم جاز في الجديد جاز من باب اولى في القديم هو بيتكلم عن الجديد ليه لان الجديد بيقول وقتها واحد بمقدار نص ساعة ها ولو شرع فيها في الوقت على الجديد ومد بالتطويل في القراءة ومد صلاته بأي وسيلة من وسائل تطويل الصلاة إما بالقراءة يقرأ فيها سورة البقرة وإما أن يقرأ سورة الأعراف أو الأنفال جميل أو يكثر من ذكر الله يسبح كتير أو حتى يخرج الشفق الأحمر أو إما إن هو يسكت إلى أن يخرج وقته ومد بالتطويل في القراءة وغيرها حتى غاب الشفق الأحمر أي غاب الشفق الأحمر يعني إيه؟ يعني مد فيها حتى خرج وقتها خرج إيه؟ وقتها جديدا وقديما كمان
جديدا وقديم، لأن الجديد بيقول كده إيه؟ خرج وقته، بس هو شرع فيها في الوقت على الجديد، يعني شرع فيها قبل مضي النصف ساعة الأولى، يبقى شرع فيها في الوقت على الجديد. حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح، جاز مد للصلاة إلى خروج صلاتي عن الشفق الأحمر، هل هذا المد حلال أم حرام؟ الحلال، واقرأ اشتغل. طب إذا أنا مديت صلاة المغرب إلى أن أدخلتها في وقت صلاة العشاء، هل هذا جائز أم حرام؟ قال له جائز، مش أي مشكلة، حلال ولا شيء فيه. يعني أنا المغرب بيأذن معايا كام؟ 6:30 مثلا، بدأت الصلاة 6:30 و5، ظليت أقرأ 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 إلى أن حصل الساعة بقت 10 بالليل وأنا بصلي المغرب، من 6:30 ل10 بالليل، حرام ولا حلال؟ قال له حلال، ما فيهوش مشكلة. قال له بس ده في شيء كده، جزء من صلاة المغرب فعل في غير وقت صلاة المغرب، فالجزء ده حلال ولا حرام؟ قال له حلال بالشرط الذي ذكرناه. كده واضحة؟ كمل. لكن يا سيدي، ما قال حتى غاب الشفق الأحمر، ونحن الآن نتكلم على المذهب الجديد، ولما لم يقول الإمام النووي مثلا حتى لا، ما عشان يشمل بقى الجديد والقديم، ما يبقى كده خرج على الجديد وخرج على القديم. فيجوز المد على الجديد خرج وعلى القديم خرج، فهل يجوز المد أم لا؟ يجوز على من قال بأن وقتها واحد، ومن قال بأن وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر. جاز على الصحيح من الخلاف المبني على الأصح. جاز على الصحيح. طيب الصحيح ده الذي يقول بجواز مد الصلاة إذا بلغنا بها إلى خارج وقته، هل يجوز مد الصلاة وإن خرج وقته؟ مبني على إيه؟ قال له مبني على خلاف في غير وقت صلاة المغرب، هل يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها في غير صلاة المغرب حتى وإن قلنا بأنها أداء؟ قال له الخلاف اللي هنا مبني على الخلاف اللي هنا، فمن قال بأنه في غير صلاة المغرب يجوز المد هيقول يجوز المد في المغرب، ومن قال بأنه لا يجوز المد في غير المغرب هيقول إن هو في المغرب لا يجوز، فالخلاف في غير صلاة المغرب جاري أيضا في صلاة المغرب. وضحت؟ على الخلاف من إيه بقى؟ جاز على الصحيح من الخلاف المبني على الأصح في غير المغرب أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها. إيه هو بقى الخلاف ده؟ قال له لا يجوز تأخير بعض الصلاة عن وقته حتى وإن قلنا بأنها أداء. فهمنا؟ لا. ليه؟ طب إيه المشكلة عندك؟ طيب هذا الخلاف الذي بني عليه ما هو؟ في أي مسألة؟ الخلاف نفسه؟ لا، الخلاف نفسه هنا الصحيح عندنا اللي هو القائل بالجواز صلاة المغرب. في صلاة المغرب مبني على الأصح في غير المغرب. طيب ما هو الأصح في غير المغرب؟ في غير أصح في غير المغرب أنه يجوز. يجوز أي شيء؟ أنه لا يجوز تأخير بعض الصلاة عن وقتها
وإن قلنا بأنها أداء لا يجوز المد، لا لا يجوز إخراج بعض الصلاة عن وقتها. لا يجوز المد حتى، لا ما كانش في المد، بيقول لك على الخلاف في ايه، هل يجوز تأخير بعض الصلاة عن وقتها؟ بمعنى ان مثلا انا هشرع في الصلاة اهو وهصلي في الوقت ركعتين وخارج الوقت ركعتين، يجوز ولا لا يجوز؟ قال لا يجوز. سواء كان انه بدأ في اول الوقت ولا في اخر؟ لا، هو بدأ فين؟ بدأ فين؟ بدأ في الاخر. وين الاخر؟ بدأ في الاخر، احنا هنا بدأنا في الاول، واخد بالك؟ الخلاف ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا لا يجوز اني انا ادخل ركعة او ركعتين او ثلاثة خارج الوقت. ده بلا خلاف. ما هو هنا بيهان، هو ده بيوصف بالاداء ام بيوصف بالقضاء؟ دي مسألة، ده الذي وقع في الخلاف. فهو بيقول الخلاف المبني في غير المغرب، هل يجوز اني انا اوقع بعض الصلاة في وقتها والبعض الاخر في غير وقتها ام لا؟ فقال لا، لا يجوز، لا يجوز ان انا اوقع بعض الصلاة في وقتها والبعض الاخر في غير وقتها، حتى وان كان هذا يسمى اداء. ورأي ثاني، خليك بس اسمك من الثاني، خليك بس انت في الاصح. عشان الرئيس الثاني يكون بجواز، لا هو في قيود بس هنوصلها لانه هيتكلم عنها بعد كده. فهو عايز يقول الاصح هنا مبني على الاصح ده، الاصح اللي هو ايه، ان انا لا يجوز ان انا اوقع بعض الصلاة في خارج الوقت، حتى وان كانت هذه الصلاة التي وقعت خارج الوقت تسمى اداء، لا يجوز. الأصح في غير أنه لا يجوز تأخير بعض الصلاة عن وقتها مع القول بأنها أداء. فالخلاف هنا مبني على الخلاف هنا. جميل؟ هو قال كده، فهموا كده كيف يبني ايه؟ قول بالجواز على قول بالجواز صحيح عند المعارف جواز؟ لا، اصل ما بيتكلمش بيها، هو بيتكلم على انك انت ادخلت بعض الصلاه في الوقت والبعض الاخر خارج الوقت، فبيقول الاصح ان هذا لا يجوز حتى وان وصفت تلك الصلاه بانها اداء. لو بس خليك بس معاه، خليك معاه عشان هي المسألة اللي مشوش عليك اللي هو المقابل، يعني المقابل كده بيجوز ليا ان انا اخرج الصلاة عن وقتها ولا المقابل ايه؟ واخد بالك؟ طيب هات المسألة اللي بعد كده، هات الكتاب. وله على مذهب الإمام مالك يا سيدي، لا مذهب هو مالك، وبيقول لك على الاصح يا عم، يعني بالراحه، يعني مقابل الاصح ده ايه؟ بالراحه بس بيراحة. هو مش ما زال ليس ما هو ان الوقت انتهى. لا سؤال بس، لا الوقت لا ينتهي، يعني ينتهي او لا ينتهي. ويقرا التسميه في العشاء ويسمى تعجيل الصلاة أول الوقت ويسمى الإبراد وجماعة هناك يقصدون الوقت من وقع، يقول لك أو من وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه من وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء. في القضاء بس، أنا قلت لك من الأول كده، ومن وقع بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه فالأصح أنه إن وقع في الوقت منه ركعة كاملة لأن فرغ من السجدة الثانية فالجميع أداء، وإلا يقع فيه منها ركعة فقضاء كل، سواء أخر لعذر أم لا. ده التحفة.
قال ولا خلاف في الإثم على الأقوال كلها. أنت معانا مش معانا؟ اختفي. هذه العبارة المجيدة في كفة التي تكون قرارها بعد بعد الشيخ الكلام ده وشرح لك من زمان بس أنت بتنسى زي معلش. أو قال ولا خلاف في الإثم على الأقوال كلها، لكن هو هل يجوز تأخير بعضها؟ وكأنه يا مولانا في غيرها شرع في الوقت في وقت يسعها، فهل يجوز مع هذا إنه هو يعني يخرج بعض الصلاة عن وقتها أو لا يجوز له أن يخرج بعض الصلاة عن وقتها حتى ولو قلنا بأنها أداء؟ معايا؟ يعني هو الآن اللي مفهوم أنه شرع في غير صلاة المغرب، لا يعني ابتدأ الصلاة في وقت يسعها. طيب في صلاة ايه يا سيدي؟ في غير المغرب. طيب هل يجوز انه هو اهو تأخير البعض عن وقتها؟ يعني ان انا اصلي بعض الصلاة في وقتها واصلي الصلاة الاخرى في وقتها، يعني اوقع ركعتين في الوقت وركعتين خارج الوقت، هو يجوز ده؟ وقد بدأ مع ان الوقت يسع جميع ركعات. هي يعني في غيره هو نفس المسألة في مسألة صلاة المغرب. هو بيتكلم عن غير المغرب، هم حكوا في غير المغرب خلاف، واخد بالك؟ هي لزقت معاك انه هل يجوز تأخير بعضها يعني بعض الصلاة عن وقتها مع القول بأن هذه الصلاة أداء أم لا؟ هي دي المسألة، لأن ما ينفعش أقول إن هو يعني في الصورة اللي أنت توهمتها إن هو هيخرج أو هينتظر إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعه، ده هو آثم أصلاً. مع كده بقى أنا آثم، هو آثم بالتأخير. المسألة الثانية هيدخل بعض الركعات في الوقت والبعض الآخر خارج الوقت، ده يجوز ولا لا يجوز؟ قال له لا لا يجوز، هو الوقت اصلا يسعى جميع الركعات. حتى ده تصور عشان نفهم العباره اللي قدامنا دي، انه لا يجوز تاخير بعضها عن وقتها. طيب واضحه. طب هي بقى المشكلة عليك ان هي دي مساله المد. ايوه لا بس هما دي مساله ودي مساله، دي مساله ودي مساله. في غير صلاه المغرب وقع في فيها هو بدا في اول الوقت ولا بدا في اخر الوقت ليس حيث لم يبقى الا ما يسعها. ان يعني يستطيع ان يدخل جميع الصلوات في داخل الوقت ويستطيع ان هو يخرج بعضها خارج الوقت. طيب فهل يجوز ان هو يؤخر بعضها إلى أن يخرج وقتها ثم يوقعها فيه أم لا؟ كلا كلا اللي مفهوم كده، حتى وإن قلنا بأنه أداء. يعني هو مثلا شرع وصلى في الوقت ركعة في الآخر ثم بدأ يعني أطال قليلا وأخرج الباقي في خارج الوقت، قال ده لا يجوز. طب والمقابل؟ المقابل كأنه هو كأنه يعني والله أعلم يعني كأنه قال هو التأخير حرام، إلا أنه إذا وقع في الحرمة خلاص تصلي بقى ركعة في الوقت والثلاثة برة والاثنين برة، أو تصلي اثنين جوه والباقي برة كما شئت، بس أنت وقعت في إثم التحريم. هو تحريم إيه؟ تحريم التأخير. هذا ما أفهم. هنجيبها من الرب. جواز ايه؟ ويجوز بناء على ان له في سائر الصلوات المد وهو الاصل. طيب يبقى شرع في وقت يسعه؟
احنا دينا ضربنا افتراض انه شرع في وقت يسعى، وده اللي انا مشيت عليه في اول الكلام. طب هو ده مد، ما هو كلمه على المد في هذا والمد في هذا. اقرا تاني، اقرا له كده تاني. بناء على ان له في سائر القيود المد وهو الاصح. بناء على ان له في سائر الصلوات أصوأ. خلي بالك الخلاف هنا مبني على الخلاف هنا، هو عايز يقول كده، الخلاف في المغرب مبني على الخلاف في غير المغرب. المغرب فيها وجهين، في غير المغرب في وجهين، فالخلاف مبني على الخلاف. بس هنا بقى اللي جاز على الصحيح من الخلاف المبني، يبقى الخلاف هنا مبني على الأصح في غير المغرب. كان مفروض لك إيه بقى؟ على الخلاف في غير المغرب، يبقى الخلاف مبني على الخلاف. لكن هو فهم من هنا ومشوش أخونا إنه الخلاف هنا مبني على الأصح، على الوجه الأصح. لا، هو الخلاف مبني على الخلاف، وهي مشوشة، عبارة حي يعني، عبارة صادمة. طب قول تاني كده، عندك هدولنا الروضة، فين الروضة؟ هديش مع الروضة. ها؟ قال بناء على أن له في سائر الصلوات المد وهو الأصح. بناء على أن له في سائر الصلوات المد. كلام الشيخ الخطيب واضح جدا وسهل، كلام المحل في مشكلة، لأنه هنا بنى الجواز على عدم الجواز. والظاهر أن الأصح عند الإمام المحلي هو لا يجوز، على أنه يجوز بقى في غير المغرب أنه يجوز تأخير بعضها عن وقتها. يعني كان قال والله بناء على أنه يجوز في غير المغرب المد على الصحيح. إيه عبارة الخطيب حلو وحل المشكلة، أما هنا بصراحة يعني هي محيرة. هات كده القلوبي، وفي حاجة في حشد عمير رازي قال إيه؟ بالأدي هل هو إيه؟ قول أي حاجة يمكن تيجي أي حاجة، يمكن تضرب أي حاجة في أي حاجة لعل وعسى. قول الشارع على الأصح في غير المغرب، هو الشارع قال كده على الأصح في غير المغرب، صح؟ ها، قول الشارع على الأصح في غير المغرب، هذا المبني عليه صورته. هذا المبني عليه، ثواني بقى، المبني عليه صورته، ما لو أخر غير المغرب، ما لو أخر غير المغرب، غير المغرب من غير فعل، من غير فعل. يعني ما صلاش، من غير فعل أخر المغرب من غير أن يفعله. غير المغرب، ها، ما لو أخر غير المغرب من غير فعل حتى خرج بعضه، حتى خرج بعضه، ثواني، خرج بعضه يعني بعض الوقت، بعض الوقت بدليل قول الشارع كما سيأتي. إذا هذا في غير من غير فعل حتى خرج بعض الوقت، وبعد كده بدأ يصدق. طب ما اللي أنا فصلته من شوية أهو، ماشي. بدليل قول الشارح كما سيأتي، وهذا هو الآتي. كما سيأتي، وهذا هو الآتي، يعني مش فاهم قبل كده قال كما سيأتي، وهو ده اللي جه. بدليل قول الشارح كما سيأتي، كما سيأتي، بأنها أداء كما سيأتي. قال وهذا هو الآتي، مش هو قال قبل كده كما سيأتي؟ والآتي هو إيه؟ الذي اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده، حتى
خرج بعض من الخلاف المبني على الأصح في غير المعنى أنها لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها. يبقى صورته أنه أخر غير المغربي من غير فعل حتى خرج بعضه يعني بعض الوقت. يعني هو أخر الصلاة إلى أن بقي ما لا يسعها. كمل كده حلو الكلام يعني هو ماشي. بدليل قول الشارح كما سيأتي وهذا هو الآتي. بس كده. بعدين قال وأيضا فقوله المبني على الأصح صريح في ذلك. على الأصح. وقوله المبني صريح على الأصح هذا التصوير. صريح في ذلك. لما ستعرفه من كلام الروضة. وأيضا فكلام الروضة صريح أو كالصريح في ذلك. كذلك. هو تلاقي خل العبارة دي صدقني عبارة الروضة. هتقولنا الروضة. حد يجيب لنا الروضة على الدنيا. بس كمل عبارة القليل. مش فيها الكمبيوتر؟ عندي. جبت الروضة؟ هي بصراحة عبارة مدقة. طب كمل كده. كل شوية صريح في ذلك وبعد ذلك من أجل ذلك. يا اخوانا بلاش أسماء الإشارة دي وخلوها كده سهلة. وأنت مش هتمشي كل الكتاب كده. في حتة تيجي تقطم ظهرك. وأيضا فكلام الروضة صريح أو كالصريح في ذلك. قلت ماشي. فما حكم تأخير غير المغرب حتى يخرج الوقت إذا شرع في وقت يسعها؟ يبقى شرع في وقت يسعها. حتى أخرج بعضها عن ذلك الوقت. قلت قال في الروضة لم يأثم قطعا ولا يكره على الأصح. ليه؟ لأنه شرع في الوقت وصل وهو يصلي طوالا حتى أخرج بعضها عن الوقت لا يأثم قطعا. اقرأ تاني كده كلام حلو. فكلام الروضة صريح أو كالصريح. بعدين لا أدري في ذلك أنا متعلق كالصريح ولا ده في بداية الكلام. في الصريح قلت فما حكم تأخير غير المغرب حتى يخرج الوقت إذا شرع فيه؟ تأخير غير المغرب. تأخير غير المغرب حتى يخرج الوقت. حتى يخرج الوقت إذا شرع في وقت يسعها. إذا شرع في وقت يسعها. طيب يعني بيتكلم على المد في صلاة المغرب. في غير صلاة المغرب. قلت قلت قال في الروضة لم يأثم قطعا ولا يكره على الأصح. يبقى بيتكلم في المد في غير المغرب. ونقل من زوائده عن تعليق القاضي وجها قائلا بالإثم. وجها قائلا بالإثم. قال الإسنوي بص اهي ونقل انت مستعظمها. ان هو اذا شرع في الوقت و صلى وطول حتى أخرج بعض الصلاة عن وقتها هل يجوز أم لا؟ الإمام النووي قطع بأنه لا إثم عليه. في زوائد الروضة حكى عن المتولي صح كده؟ وجه أنه لا يأثم أنه يأثم. قال الإسنوي رحمه الله
وقياس هذا الجزم بالجواز بالمغرب قال الإشنوي رحمه الله وقياس هذا الجزم بالجواز في المغرب انتهى. وقياس هذا الجزم الجواز في المغرب. يعني انت امام يا نووي جزمت قياس بقى جزمك ده انه في المغرب يعني يجوز بلا خلاف. مش هو قال يعني لو شرع في غير المغرب في الوقت وأخرج بعض الصلاة عن وقتها الإمام النووي قال إيه؟ أدي الصورة إيه؟ قال يقطع بالجواز. فجاء الإمام الأسنوي قال إيه؟ قال ده إذا كان هو قاطع بذلك في غير المغرب فالقياس أن يكون المغرب أيضا جائز، إن أنا أشرع في الوقت واخد بال حضرتك وأمد القراءة حتى أخرج الوقت، فبذلك قد أخرجت بعض الصلاة عن وقتها اللي هو إيه؟ عن وقتها المقرر لها شرع، فهذا يجوز بلا خلاف كما جاز في غير المغرب بلا خلاف. المتولي بقى حكى واجب أنه آثم. المتولي حكى واجب بالإيه؟ بالإثم. قول إيه؟ ونقل في زوائده عن تعليق القاضي. القاضي القاضي حسين أي ماشي يبقى مش المتولي القاضي حسين. كمل بقى. قال الإسنوي رحمه الله وقياس هذا الجزم بالجواز في المغرب انتهى. وقياس هذا الجزم بالجواز في المغرب انتهى. انتهى كلام حلو. قلت لعلها فارقت غيرها من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعلها اللي هي المغرب حيث ورد فيها الخلاف ولم يرد في غيرها فارقت غيرها. واحدة واحدة كده. قلت لعلها فارقت غيرها من حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها في اليومين في وقت واحد. أما بقية الصلوات فعلها في أكثر من وقت. فكان صلاة المغرب وقت واحد. فكان هذا بيان على أن وقتها لا يمتد. فكان ذلك ظاهرا في عدم جواز إخراج بعضها عن الوقت في الصورة المذكورة. صحيح النص يعني. فذهب إليه مقابل الأصح. فذهب إليه مقابل الأصح. القائل بإيه؟ بعدم الامتداد. كل أصل من الصحيح فذ يعني فكان ذلك ظاهرا في عدم جواز إخراج بعضها أي بعض صلاة المغرب عن وأن الوقت في الصورة المذكورة أي صورة هي الصورة المذكورة اللي هو هيعمل إيه حضرتك إنه هو هيشرع في الصلاة في وقت يسعها ويخرج بعضها عن وقتها فهل ده جائز أو ليس بجائز؟ إنه قال جزما يجوز إنه يشرع في الوقت ويطول في صلاته حتى يخرج بعضها عن وقتها قال ده يجوز. وهناك وجه حكى القاضي بالإثم. الإمام الإسنوي قال إيه؟ قال الكلام في غير المغرب كلام النووي جازم ده كمان ينبغي أن يكون في المغرب كمن ما لا خلاف فيه ومجزوم بأنه يجوز مده. فجه الشيخ عميرة قال له إيه؟ قال له المغرب فارقت غيرها حيث إن فيها خلاف في المد وعدم المد
وفي غير المغرب لا خلاف في المد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليها إلا في وقت واحد، فكان هذا يعني إيه في حكم أنه قال لا تمد، ده كلامه يعني على هذا القول. اقرأ بقى تاني كده. قلت لعلها فارقت غيرها من لعلها يعني لعل المغرب فارقت غير المغرب ها؟ من حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها في اليومين في وقت واحد فكان ذلك ظاهرا في عدم جواز إخراج بعضها عن الوقت صح. في الصورة المذكورة أي الصورة اللي احنا بنتكلم فيه فذهب إليه مقابل الأصح ولا مقابل الأصح يا سيد لا وذكر هنا مقابل الأصح ماشي ما مش مشكلة مع أن المسألة بين الصحيح ومقابل الصحيح هو بقى للأصح في المسألة مسألة في صلاة المغرب ومن ثم اتضح لك كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبني عليه يلا الرابط ايه هو تأخير المبني عليه هو تأخير ومن ثم اتضح لك كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبني عليه هو تأخير لا ثواني هو من ايه انا كمان لا افهم يا سيدي قول المحشي ومن ثم اتضح لك قول النبي الأخير كذا بالأصل وانظر أين خبر الكون فلعل في هذه العبارة سقطت ده تعليق من وبذلك اتضح ومن ثم اتضح لك كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبني عليه هو تأخيره غير المغرب من غير مد أي إذا قلنا بتحريم سواد لا يعني هو إيه بقى المبني عليه هو إيه تأخير غير المغرب المبني عليه هو تأخير غير المغرب كمل وهناك تعليق يا سيدي عليه. على هذا الكلام قول المحشي ومن ثم اتضح لك كون النبي إلى آخره كذا بالأصل ما هو قال لك في حتة صادقة وانظر أين المبني عليه بقى أهم حاجة المبني عليه هو تأخير غير المغرب زي ما الشيخ هنا الخطيب عليه هو تأخير غير المغرب من غير مد أي إذا قلنا المبني عليه هو تأخير المغربي غير المغرب من غير مد أي إذا قلنا بتحريم ذلك على الأصح قلنا في المغرب ثواني هات تاني كده من الأول المبني عليه هو تأخير غير المغرب من غير مد المبني عليه هو تأخيره غير المغرب من غير مد غير مد ماشي إن هو يأخر غير المغرب من غير أن يمدها حتى يخرج بعضها عن الوقت أي إذا قلنا بتحريم ذلك على الأصح بتحريم إيه؟ بتحريم تأخير غير المغرب من غير مد قلنا في المغرب إذا خرج بعضها بالمد قلنا إذا خرج بعضها بالمد كان كما لو أخرج غير المغرب أي بعض غير المغرب بغير مد طب ما هو يبقى هو مبني هم يبقى المبني عليه هو إيه شوف عبارة المحل مجيدة جدا اللي هو أنه لا يجوز تأخير بعضها عن الوقت إذا هي مبنية على إيه مبنية على أنه لا يجوز له أن يؤخر غير المغرب بأن يوقع بعضها في غير الوقت طب ماشي يبقى ده المبني عليه هو ايه
أهو تأخير غير المغرب من غير مد، فإذا قلنا بتحريم ذلك ها قلنا بإيه عندك؟ قلنا أي إذا قلنا بتحريم ذلك على الأصح قلنا في المغرب، قلنا في المغرب إذا خرج بعضها بالمد، قلنا في المغرب إذا خرج بعضها بالمد. ماله إذا خرج بعضها بالمد لا يجوز. ثم قال خلافا لاختصاصها من غيرها بكونها فعلت في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها. ما هو اللي قايل هناك إنه يجوز لا يجوز تأخير غير المغرب وإخراج غير المغرب عن غير وقتها بغير مد، يقول أيضا في المغرب بأنه لا يجوز، ومن قال يجوز يبقى يقول هنا يجوز. لو هتبني الترجيح على الترجيح والخلاف مبني على الخلاف يبقى فهمنا الصورة ولا لا؟ لا فهمتوهاش، مع أنها الشيخ عميرة شرحها ووضحها. كمل بقى قال إيه بعد كده الشيخ عميرة، هنجيب عبارة الروضة. خلاف الاختصاص فلا يرد ما عساه يتوهم، وانتهى الكلام. أنا فهمتها. طيب قول كده القليوبي قال يا القليوبي اختصرها. قوله ولو شرع إلى آخره حاصله أنه إذا شرع في غير المغرب في وقت لا يسع الصلاة. ثم والله العظيم أنا قايلها من الأول، إذا شرع في غير المغرب في وقت لا يسع وإن أدرك ركعة في الوقت، حتى وإن أدرك ركعة في الوقت. كمل. وقلنا إنها أداء، وقلنا إنها أداء. وإذا شرع في مثل ذلك في وقت المغرب على القول الجديد فعلى الجواز في غيرها يجوز فيها طبعا. لخص كلام الشيخ عمير. وعلى عدم الجواز فيه يجري فيها وجهان، بس حلو. أحدهما لا يجوز كغيرها، والصحيح الجواز كما يدل له الحديث. طيب كغيرها طيب يبقى احنا عندنا في غير صلاة المغرب يا أولاد، هي المسألة بسيطة جدا. في غير صلاة المغرب هو شرع في الصلاة في وقت لا يسعها، هل يجوز له ان هو يمد؟ لان المد هيؤدي ايه؟ ان بعض الصلاه هيخرج عن وقتي، يبقى انا هوقع ركعه. يعني مثلا صلاه المغرب هي ثلاث ركعات، انا هشرع فيها بقدر ان يعني ايه ما يسع الا ركعتين، فاطول في ركعه وهذه الركعه تقع في الوقت والركعتين يقعان خارج الوقت، يجوز او لا يجوز؟ تطويل، بس مش تطويل بالأكاديمي، اسمها كده حرام. حتى وإن قلنا بأنها أداء، حتى وإن قلنا بأنها أداء. طيب لأنه إيه؟ لا يجوز إيقاع أو إيقاع إيه؟ إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت، لأن الإمام المحل قال لك إيه؟ لأنه لا يجوز إيقاع بعض إخراج بعض الصلاة عن وقتها. أنا لما صليت الركعة دي في الوقت والركعتين التانيين في غير الوقت، أستطيع إن أنا أصلي ركعتين في الوقت، فأنا رحت واخد ركعة وأخرجتها خارج الوقت، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا لا يجوز، لأنه لا يجوز إن أنا أخرج الركعة أو أخرج بعض الصلاة عن وقتها. ده في غير الإيه؟ في غير المغرب. طب بالنسبة للمغرب، قال الخلاف اللي مبني في المغرب في غير المغرب مبني على غير المغرب. لو يعني شرعت مثلا في صلاة العصر قبل
الوقت لم يبقى إلا ما يسعى ثلاث ركعات قبل نهاية الوقت، يعني في مضاف محذوف، يعني مثلا قبل أن يؤذن لصلاة العصر على سبيل المثال شرعت في صلاة الظهر بما لا يسع إلا ثلاث ركعات. ينفع أطول الركعة الأولى، هي طولته الركعة الأولى إلى أن أوقع ركعة في الوقت، ولما أقوم للثانية أبص ألاقي صلاة العصر أذن لها فاقتضى ذلك إن أنا أوقعت الثانية والثالثة خارج الوقت مع إمكاني إن أنا أوقعها داخل الوقت. أدي هي يجوز أو لا يجوز؟ قال لك فيه خلاف، ده بيتكلم على إخراجها. أما بقى تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت إلا ما ما لا يسعوها ده حرام. طب وأنا بأتيها بقى ينفع إني أنا أستطيع إن أنا أدخل ثلاثة داخل الوقت وواحدة خارج الوقت، أبدل وأخلي واحدة جوه الوقت والباقي خارج الوقت؟ قال ده في خلاف. الأصح لا يجوز، ومقابل الأصح يجوز. الله وضع ده. تعالوا بقى في المغرب، اسحب معايا كده المغرب الصلاة على النبي. أنا هشرع فيه الوقت خلاص، وهطول إلى أن يخرج أو أن تخرج الصلاة عن وقته، فيقتضي إيه؟ إن الجزء اللي خرج عن وقته ده أنا اللي أخرجته وفعلت هذا الجزء خارج الوقت مع إمكاني أن أفعله داخل الوقت. فما الحكم؟ الحكم إن أنا عندي الصحيح يجوز ذلك لي استدلالا بفعل الحبيب، ومقابل الصحيح بيقول لي لا يجوز. ليه؟ قال لأنك هكذا أخرجت بعض الصلاة عن وقته، وإخراج بعض الصلاة عن وقتها حرام كإخراج كل الصلاة عن وقته. فالخلاف هنا مبني على الخلاف هنا. جميل؟ جميل. مبني على صحيح. مبني ما هو الخلاف مبني على هذا، مبني على هذا. واخد بالك؟ الصحيح ومقابل الصحيح مبني على الأصح. ازاي؟ الخلاف مبني على الخلاف. لأن هو بيقول لك المبني عليه إيه؟ المبني الخلاف هنا، الخطيب بيقول لك الخلاف هنا مبني على الخلاف هنا. اقرأ له يا ابني. الخطيب بيقول لك الخلاف هنا مبني على الخلاف هنا. يعني خلاف على خلاف. هنا الشيخ قال لا، ده الخلاف هنا مبني على الأصح. على أحد الوجهين. الشيخ الخطيب بيقول لك لا، ده الخلاف هنا مبني على هذا الخلاف. الشيخ القليوبي اقرأ كده. بنى الخلاف على الخلاف. فعلى الجواز في غيرها. فعلى الجواز في غيرها هيجوز في المغرب. اقرأ كده. فعلى الجواز في غيرها يجوز فيها. أو فعلى، أو بيقول لك فعلى الجواز في غير المغرب. يجوز فيها قطعا. يجوز في المغرب قطعا. يعني إذا قلنا بأن المد في غير المغرب يجوز، يجوز في المغرب قطعا بلا خلاف. وعلى عدم الجواز فيه. وعلى عدم الجواز في غير المغرب، في المغرب خلاف. يجري فيها وجهان. يبقى عدم الجواز وعلى عدم الجواز في غيرها اللي هو قالوا عندك هنا هو. طيب. وعلى عدم الجواز. طب مو عدم الجواز في غيرها ده ايه؟ هو ده الاصح. وعلى عدم الجواز في غيرها يبقى ينبني الخلاف ده. يبقى فيها وجهين. اتحلت. واحدة واحدة جمجمة ربنا بيكرم وتفتح. يبقى وعلى عدم الجواز في غير المغرب.
فيه خلاف. يبقى الخلاف اللي هنا بين الصحيح ومقابله مبني على عدم الجواز في غير المغرب، وهو الأصح، وهو الأصح. بس خلص أعمل اللي بتعملوا إيه؟ زهقتوني. ها قول كده. فعلى الجواز في غيرها، فعلى الجواز، قول تاني، فعلى الجواز في غير المغرب، يعني إذا قلنا بأنه يجوز في غير المغرب جاز في المغرب قطعا. ها وإذا قلنا بأنه لا يجوز في غير المغرب انبنى عليه وجان في المغرب، وإذا قلنا بأنه لا يجوز في غير المغرب انبنى عليها وجهان في غير المغرب. ها وجهان في المغرب، إذا قلنا في غير المغرب بأنه واخد بالك لا يجوز، هينبنى عليها الخلاف في الوجهين اللي في المغرب، الصحيح والمقابل، وده اللي قاله الإمام المحلي. ها وعلى عدم الجواز فيه يجري فيها وجهان. شو بقى كمان؟ وقال لك وعلى عدم الجواز فيها يجري في غير المغرب يجري وجهان، أحدهما لا يجوز كغيرها، والصحيح الجواز كما يدل له الحديث. ماشي 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 معنا خلاص. هل بقى كده راضى؟ قال النووي رحمه الله: ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم قطعا ولا يكره على الأصح. قلت: وفي تعليق القاضي حسين وجه أنه يأثم، والله أعلم. بس خلاص القليوب الحمد لله فهمنا. ها نشرحها تاني بكرة. لازم أكل جمبري حتى إيه؟ فتح العصر شوية. لازم أكل جمبري. طب أنا ما أكلتش جمبري وعقلي فتح. طيب خلاص كفاية عليكم كده. مساكين النهارده كله دماغه. لكن لما تقراها من الخطيب، الخطيب أسهل. بس هنا لا، العبارة من كده، العبارة من كده. أيوه قول. لا أنا معاك. في القليوب حيث قال: حاصله أنه إذا شرع في غير المغرب في وقت لا يسع الصلاة وإن أدرك. شفت بقى، شفت بقى أنا كنت عمال أفسر لك إزاي؟ إذا شرع في غير المغرب في وقت لا يسع الصلاة، لا يسع الصلاة وإن أدرك ركعة في الوقت، حتى وإن أدرك ركعة في الوقت. قلنا إنها أداء. وقلنا إنها أداء. وإذا شرع هل يجوز؟ قال لا يجوز إن هو يأخر، يطول بحيث إن هو يخرج بعض عن غير الوقت. يعني مثلا الوقت يسع ثلاث ركعات من أربعة، لازم توقع الثلاثة من أربعة في الوقت. طب ينفع وقع من واحد؟ ما لازم عندي ثلاثة واجب وقوعهم في الوقت، وواحدة خرجت أثبت بها. هل يجوز إن أنا بدل ما أوقع ثلاثة أوقع واحدة والاثنين يبقوا مع الواحدة فيبقى ثلاثة الخارج، ولا لازم أنا أوقع الثلاثة الثلاثة في الوقت؟ قالوا فيه خلاف. قيل لا يجوز، وهذا هو الأصح الذي بني عليه صلاة المغرب. صح كده؟ بني عليه صلاة المغرب. التلاتة دول أدخلهم جوه الوقت ولا يجوز إن أنا أدخل واحدة منهم جوه الوقت واثنين خارج الوقت؟ قالوا فيها خلاف. من قال بأنه لا يجوز إخراج بعضها عن وقته، إخراج بعض الصلاة عن وقتها، يبقى لا بالصورة دي لا يجوز، يبقى لا يجوز إخراج بعض الصلاة عن وقتها، يبقى ما ينفعش إن أنت وأنت قادر على إدخال ثلاثة من أربعة داخل الوقت
تدخل واحدة والتلاتة تطلعهم بره. الاثنين اللي كان في إمكانك تدخلهم جوه الوقت، والواحدة اللي أنت بإهمالك أخرجتها عن الوقت. فهل يجوز إني أنا أخرج الاثنين اللي ما قدرتش إن أنا أخرجهم، ولا لازم أنا أفعلهم جوه الوقت؟ هو الكلام كده. وضعت مثال كده بالمثال ده. فقال لا، الأصح إنه حرام. لا يجوز، عندك ثلاثة وقع الثلاثة جوه الوقت. لأنه لا يجوز إن أنت تفعل الاثنين من ثلاثة خارج الوقت، لا، لابد أن تفعلهم داخل الوقت. ليه؟ لأنه لا يجوز إخراج بعض الصلاة عن وقتها. ده انبنى عليه إيه؟ انبنى عليه الخلاف في صلاة المغرب. هل ينفع إني أنا أبدأ في صلاة المغرب وأمط وأمط حتى أخرج بعض صلاة المغرب عن وقتها أم لا؟ الصحيح الجواز من أجل الحديث، ومقابل الصحيح عدم الجواز. طب وهيعمل ايه مع الحديث يا أخي في الإسلام؟ الأصل هو الحديث قال لك أنه قرأ بسورة الأعراف، يعني قرأ بالموطن الذي ذكر فيه سورة الأعراف. فمش نص إن سيدنا النبي قرأها كلها، ده قرأ مؤول. يا أصل دول ما بيلعبوش يا ابني والله، دول ما بيلعبوش. إحنا ممكن نلعب مع بعض، لكن دول أتقياء. قال لا، ده هو قرأ، يعني يقصد إنه قرأ بالموطن الذي ذكر فيه الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفونه بزمام إلى آخر. هو قرأ الثلاث دول حاجات بسيطة، ذكرت سورة يعني الأعراف في ثلاث أربع آيات، قرأه مخلص. لا، يعني هما بيتعاملوا مع النصوص، ما تقلقش. طيب، يبقى احنا فهمنا ان عدم جواز اخراج بعض الصلاة عن وقتها انبنى عليه الوجهين دول. انا كنت مستغرب زيك كده، انبنى ازاي؟ لما فضلنا نداوم 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 لزقت في الجمجمة، كلام الشيخ عميرة لزق عندي في راسه. مع ان ذلك وذلك وذلك ابهم ذلك. بس هم كتاب صياغتهم كده، هي دي الصياغة، مرهقة متعبة تتأمل فيها كثيرا، لكن ربنا بيهديك في آخر الطواف وبتختم بالحجر الأسود إن شاء الله. قول بقى ايه اقرا بقى اللي عندك. اولا الكتاب ده اسمه ايه؟ قلوبي. حلو، امال ده اللي معاه ده ايه؟ ده التوراه والانجيل. طيب، لعل الشيخ قلوبي والعميرة تكلم في مسالتين مختلفتين. ايه هو؟ الشيخ قلوبي تكلم في مساله اذا الشرع في غير مغرب في وقت لا يسع، أما شيخ عميرة في وقت يسع. قال إيه؟ قلت فما حكم تأخير غير المغرب حتى يخرج الوقت إذا شرع في وقت يسعها؟ صح كلامك، صح. طيب كلام جميل. لو بيتكلم على غير المغرب، الشيخ القليوبي بيتكلم على اللي هي جملة الخطيب الشيخ المحلي اللي هو قال فيها ايه؟ مبني على الأصح من الخلاف المبني على الأصح في أنه هل يجوز إخراج بعضها عن وقتها أم لا؟ هي عبارة الشيخ القليوبي في الصميم، وعبارة الشيخ العميرة ده طريقة أخرى في فهم العبارة. طب اقرأ كده، ماشي، احنا معاك، قول اقرأ العبارة. لا، أنا
متأكد بس هو مسألتان. لا هو ده فهم وده فهم. ده فهم للعبارة وده فهم للعبارة. ده تصوير وده تصوير. ليس مسألة. لا اقرا كده كلام الشيخ عبيرة. قلت فما حكم تأخير غير المغرب حتى يخرج الوقت إذا شرع في وقت يسعها؟ قلت قال في الروضة لم يأثم قطعا ولا يقرأ على الأصح. ونقل من ذوائد عن تعليق القاضي وجها قائلا بالإثم. قال الإسنوي رحمه الله وقياس هذا الجزم بالجواز في المغرب انتهى. قلت لعلها فارقت غيرها من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في اليومين في وقت واحد، وكان ذلك ظاهرا في عدم جواز إخراج بعضها عن الوقت في الصورة المذكورة، فذهب إليه مقابل الأصح. هذه مسألة تانية. ده مسألة إن هو هل بيتكلم على يعني إنه إذا كان هذا في الوقت هل في خلاف؟ قال لا. قال وده قضية إنه هو أصل. ولذلك أنت لما أنا شرحت قلت لك إيه؟ قلت لك إن المقابل بعضهم قال بشذوذه. اللي هو قال إيه؟ قال أنه لا يجوز. المقابل ده عدم الجواز ده بعضهم قال هو شاذ. ابن حجر قال إنه شاذ. الإمام النووي جزم بأنه لا خلاف فيها. في غير هذا الكتاب فهو بس لا يعني كلامك صح ان هو دي مسألة تانية، بس هو عايز يأتي بهذا الكلام من اجل ان يؤكد انه المسألة اللي احنا فيها دي اللي هي البت ينبغي ان يجوز في صلاة المغرب بلا خلاف. ليه؟ قال لان سيدنا الامام النووي حكى في الروضة عدم الخلاف وذكر وجها شاذا عن القاضي أنه يأثم، اللي هو عبر عنه في المنهاج بمقابل الصحيح. فعايز يقول لا ده لا خلاف فيها ولا إثم ولا خلاف أولى ولا مكروه. أما احنا بنتكلم بقى في عبارة الخليوبي إيه؟ بناء الخلاف على الخلاف. افترضنا أن الوجه ده موجود، يلا قول لنا بقى هو مبني على إيه؟ على نفس اللي أنا قلته ده كله. ماشي نقف عند هذا.